بداية عن حديثنا عم نحكي عن أدوارنا المجتمعية العديدة اللي عم نحاول إنه نحن ننتقل لها بهذا الوقت، وعم بهذا الوقت اللي عم نحاول نكون نحن بمرحلة بطور جديد من الحياة اللي عم نعيشها بسوريا. اليوم رواد، كيفك تضوينا عن التفاعل المجتمعي اللي حاصل بمحافظة السويداء مع حالة الانتخابات للإدارة المحلية؟ بلى، عم بسمع انه اليوم التفاعل مع الاسف المجتمعي بمحافظة السويداء هو تفاعل ضعيف، صحيح هذا الكلام؟ اذا هيك وصلني؟ تفاعل ضعيف والاهتمام ضعيف، للاسف عدم تطبيق القانون 107 وعدم تفعيل اللامركزيه الاداريه بشكل امثل، وعدم تلبيه ايضا 107 طموحات المجتمع السوري بشكل عام، تسبب هذا النوع من عدم التفاعل، اضافه الى الاليات اللي عم يتم فيها الانتخاب، اضافه للعمليه اداره عمليه انتخابيه، مساله العمليه لاختيار القيادات او رؤساء المجالس المحليه، كل ما زالت تصور للمجتمع السوري ان الاداره المحليه ما زالت مركزيه. نعم. وان الاداره المحليه ما زالت في يد المحافظ. نعم. للاسف صلاحيات المحافظ الواسعه على حساب صلاحيات رئيس مجلس المحافظه العالي والمنتخب ايضا عم تدفع بالمجتمع انه ما يكون كثير متفاعل. لحد اليوم الاداره المحليه ما فعلت التشاركيه المجتمعيه، ما فعلت الرقابه الشعبيه بشكل أفضل. اليوم ما عم تتشارك المعلومات للمجالس المحلية مع المجتمعات المحلية. فبشكل عام نحن لليوم عم نحكي على السويداء بشكل عام، ما في أي برنامج انتخابي، ما في أي مظاهر لحملة انتخابية، وهذا الحكي مو جديد. حتى الدورة الماضية كنا عم نشوف نفس العملية واللي قبلها. إذا في عندنا مؤشر، نحن بال 2011 السويداء كان في عندنا 1600 مرشح، غالبية العظمى منهم بعثيين. بال 2018 تراجعوا لل 1400 تقريبا وشوي، اليوم عم نحكي بحدود ال 1000 بعد استنفاض يعني كل الطاقات الموجودة بالمحافظة. نعم. إن كانت فهذه المسألة ما عم تعطي تفاعل، ما في رؤية للمستقبل. مسألة الاستثمار المحلي وعدم وجود فيها يعني مناسبة للاستثمار ايضا عم تعزز فكرة انه لا جدوى من هاي المسألة. نعم. اليوم نحن بشكل عام المجتمع ما ادرك دور الادارات المحلية التنموية، ما ادرك دورهم بتفعيل الديمقراطية المحلية، بتفعيل التنمية المحلية. فلهذه الاسباب لحد اليوم المجتمع بيشوف الادارات المحليه هي الادارات اللي مسؤوله عن الخدمات السيئه للاسف. نعم. بسبب ظروف الحرب والظروف الاقتصاديه، فهن ما عم يشوفوا خدمات، وحتى هاي الميزه اللي ممكن يعني كانوا يشوفوها بالادارات المحليه خلال ثلاث حرب تراجعت ايضا رؤيتهم وعلاقتهم مع الاداره المحليه تراجعت بشكل عام. تمام. رواد، سؤالي الاخير لك، وشكرا كثير لك على المعلومات اللي كنت عم تفيد عم تطلعنا عليها. وين فينا نفعل دورنا بكل الحكي اللي حكيته، بكل الوضع السائد اليوم بسويداء؟ بعد معنا وقت لحتى نكون عم نشارك مشاركة فعالة وجيدة بالانتخابات اليوم، شو هو الدور تبعنا لحتى نكون عم نفعله أو إذا فانينه لهذا الدور؟ اليوم معول على الفعالية، على الكيانات المدنية باختلافها، أن نكون شريك حقيقي لتنمية الكوادر بالإدارات المحلية، لتكون شريك وتعرف تشتغل على التشاركية المجتمعية وتكون الجسر الواصل ما بين المجتمع والمؤسسات، إن كان عن طريق التخطيط أو التنفيذ والرقابة، ولكن هذه الثلاثية يجب أعمالها بشكل متوازي ومتساوي من أجل الحصول على فاعلية مؤسسات مثل الضحلة كفاعلين مدنيين وكمهتمين بشأن العام.